صالح حدويد في منزله عشرات المواطنين والشخصيات السياسية والاجتماعية الذين قدموا لتهنئته بسلامة عودته من رحلته العلاجية. عودة الشيخ نعمان دويد تأتي بعد 790 يوما من الغياب القسري خارج اليمن، خضع خلالها للعلاج عقب إصابته في الاعتداء الإرهابي الذي استهدف رئيس الجمهورية السابق الزعيم علي عبد الله صالح وكبار قيادات الدولة أثناء أدائهم صلاة الجمعة الأولى من شهر رجب الحرام بمسجد دار الرئاسة بالعاصمة صنعاء في 3 يونيو عام 2011. نقول للشيخ نعمان دويد الحمد لله على السلامة ونورت اليمن بعودتك، ونعتبر نحن الفريق القانوني أن عودتك ستكون سندا للزعيم علي عبد الله صالح ولكافة الضحايا في متابعة القضية والضغط لتطبيق القانون والحصول على حقوق جميع المجني عليهم بمحاكمة جميع الجناه وإلزام النائب العام بتطبيق القانون وعدم تقسيم القضية أو تجزئتها، ونطالب بتطبيق شرع الله ضد جميع الجناه فردا فردا دون استثناء ودون مساومة أو تلاعب بالقضية.